أحسنت. تقول فيها: أنا امرأة متزوجة وعندي 5 أطفال ومنذ مدة طويلة جدا، وأنا في مشاكل مع زوجي من ناحية أنه يكذب علي كثيرا في أغلب الأشياء، وأزعل عليه وأطلب منه عدم الكذب علي فيحلف على المصحف بعدم الكذب علي مرة أخرى، ولكنه لم يستطع الصبر عن الكذب أبدا، وأنا لا أستطيع الصبر على الكذب. والمشكلة الثانية أنه كثير الشك لدرجة أنه يشك مني في أقرب الناس إلي مثل ابنه الذي من مرة أخرى. أرجو حل هاتين المشكلتين. حل هاتين المشكلتين ليست عندنا في الحقيقة، ليست تلك مشكلة شرعية حتى يمكننا الإجابة عليها، ولكننا نرشد الأخت السائلة إلى طريق حل هاتين المشكلتين، وذلك بأن تنظر هي وزوجها في جماعة أهل علم ودين ونظر حتى يجمعوهما على ما ينبغي أن يكون عليه من العشرة الحميدة والسيرة الطيبة.